السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم بعنوان التطور إلى الويب 2 ومستقبل الإنترنت الذكي الدلالي. تأتي هذه المحاضرة ضمن مساق الإعلام الجديد، لذا طلبت الصحافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال في جامعة الإسراء. سنتعرف في هذا الفصل على أدوات التغيير على الإنترنت، وما هو الويب 2 وخصائصه، وماذا أحدث من تغيرات في بيئة الإنترنت، وما هي التطبيقات والأدوات التي نتجت عن تطور الجيل الثاني للإنترنت، وما هي الأدوات الأكثر انتشارا والأكثر تأثيرا، وكيف تأثر الإعلام بهذا التغيير، وما هي الآثار الإيجابية والسلبية على الإعلام والمجتمع، وما هو مستقبل الويب، وما هو الويب الذكي الدلالي، وما هو الويب 3، وما هو الويب 3، والتعرف أيضا على الاستخدامات الصحفية والإعلامية للإنترنت بعد الويب 2. إذن التطور إلى الويب 2 ومستقبل الإنترنت الذكي، طبعا هذا اللي حنتعرف عليه إن شاء الله في هذه المحاضرة. الويب 2 وما أنتجه من أدوات جديدة في الإعلام، أي الشبكات الاجتماعية. ما هي الشبكات الاجتماعية اللي اليوم إحنا موجودين عليها؟ هذه تعتبر الشبكات الاجتماعية، الفيسبوك واليوتيوب والتويتر، هذه كلها تعتبر شبكات اجتماعية. فقد شكلت شبكة الإنترنت أحد أهم معالم التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها البشرية منذ مطلع القرن الجديد. فبفضل التطورات التقنية التي أحدثتها الشبكة العنكبوتية من الجيل الثاني اللي هو الويب 2، لم تعد الإنترنت مجرد قناة تتدفق فيها المعلومات فقط، بل أصبحت أداة تفعيل للتواصل بين المستخدمين وأداة تمكين لهم في الفضاء الافتراضي الواسع. فتعد شبكات التواصل الاجتماعي إحدى أبرز نتائج هذا التطور، في ضوء ما نشهده من تطبيقات متعددة ومتنوعة لتلك الشبكات في التواصل، وأيضا في التسويق وفي الإعلام والإدارة والترويج والتعليم والتوعية وغيرها من الأمور. الويب 2 يختلف عن الويب 1 الذي اعتدنا عليه أنه مجرد تدفق معلومات، بس نكتب www.com ونفتح الموقع بس ونشاهد اللي هو معلومات عن موقع أو عن اللي هي هنا أو هناك، أو حتى اللي هي تطورت حتى تصبح اللي هو صحافة إلكترونية. لا، اليوم ظهرت الشبكات الاجتماعية وما أحدثته من مفارقات عديدة وعجيبة. الجيل الثاني للإنترنت ويب 2. ويب 2 هو مصطلح يشير لمجموعة من التقنيات الجديدة والتطبيقات الشبكية التي أدت إلى تغيير سلوك الشبكة العالمية. الشبكة العالمية كلها أدت إلى تغيير شامل، تغيير مفاجئ في سلوكها. كلمة ويب 2 سمعت لأول مرة في دورة نقاش بين شركة أوريلي ميديا الإعلامية المعروفة ومجموعة ميديا لايف الدولية لتكنولوجيا المعلومات، وذلك في مؤتمر تطوير ويب الذي عقد في سان فرانسيسكو في عام 2003. الكلمة ذكرها نائب رئيس شركة أوريلي دايل دويرتي في محاضرة الدورة للتعبير عن مفهوم جيل جديد للشبكة العنكبوتية، وهي الشبكة العالمية. منذ ذلك الوقت الذي اعترف والذي عبر والذي أشار إليه في هذه الدورة والذي سمعت فيه في هذه الدورة كلمة ويب 2 في هذه المحاضرة للتعبير عن مفهوم جيل جديد للشبكة العالمية، من ذلك الحين اعتبر كل ما هو جديد وشعبي على الشبكة العالمية جزءا من الويب 2. ولهذا السبب فإنه حتى اللحظة لا يوجد تعريف دقيق للويب 2 من ويبيكيديا اللي هي الموسوعة الحرة. أهم ميزة أتاحها الويب 2 هو الاعتماد على تقنية الـ XML والتي نتج عنها استخدامنا لتقنيات التقليمات لـ RSS، حيث يمكنك متابعة جديد كل المواقع التي تزورها عبر المتصفح
أو عبر موقعك أو عبر شبكتك الاجتماعية أو ربط عدة خدمات بموقعك أو ربط شبكاتك الاجتماعية ببعضها البعض. الويب 2 هنا أتاح أيضا أن تشارك ببرامجك في مواقع الشبكات الاجتماعية، فيتيح لك المواقع المبنية على تقنية الويب 2 أن تدخل برنامجك في التطبيق الذي يعمل به الموقع كما فيسبوك مثلا أو المدونات. أيضا ظهرت فكرة محاكاة التطبيقات المكتبية على الويب، واللي مكنتك من استخدام تطبيقات مكتبية كثيرة من خلال المتصفح دون الحاجة لتنصيبها على جهاز، كما في خدمة مستندات جوجل مثلا، اللي هو أنت جوجل درايف اليوم تستخدمه، أو جوجل دوكومنت، أو حتى اللي هو أيضا ظهور فكرة الكلمات المفتاحية التاج، والتي تسهل المستخدم ولمحركات البحث الوصول للمحتوى المراد بسهولة ومنطقية. ومميزات أخرى أتاح لنا الويب 2 إلى أنه تبقى الفكرة الأهم، وهي إدخال مفهوم المشاركة أي التفاعلية ضمن أساسيات التطوير، حيث أن المواقع التي بنيت على تقنية الويب 2 لا تعتبر حزم برمجية جامدة بقدر ما تعتبر تطبيقات يمكنك من خلالها المشاركة في تطويرها ومشاركة المحتوى الذي تريده من خلال هذه التطبيقات. المدونات والفيسبوك والتويتر والديليشيوس والديبجو واليوتيوب والفلكر وغيرها من المواقع التي أخرجت من تحت مظلة ومنصة الويب 2 تم إخراجها وخرجت من تحت هذه المظلة والمنصة، وأدت بالفعل لظهور ما يعرف بالصحافة الشعبية على الإنترنت، الإعلام البديل أو صحافة المواطن، وكلها طبعا تعتبر مصطلحات يعني بتودينا لمنصة أو مصطلح ويب 2، والمقصود بالويب 2 طبعا اللي هو الإعلام الجديد. طبعا كلمة الإعلام الجديد مسميات عديدة تطلق على هذا الإعلام، ويب 2 هو ببساطة تطبيقات معتمدة على الشبكة العالمية تحمل عددا من الخصائص التي تميزها عن ويب 1. هذه الخصائص يمكن أن تلخص في الآتي: أولا، السماح للمستخدمين باستخدام برامج تعتمد على المتصفح الموقع فقط، لذلك هؤلاء المستخدمين يستطيعون امتلاك قاعدة بياناتهم الخاصة على الموقع، بالإضافة إلى القدرة على التحكم بها، وأيضا السماح للمستخدمين بإضافة قيم لتلك البرامج المعتمدة على المتصفح، وأيضا السماح للمستخدمين ليعبروا عن أنفسهم واهتماماتهم وثقافتهم، وأيضا تقليد تجربة المستخدمين من أنظمة التشغيل المكتبية، وذلك من خلال تزويدهم بميزات وتطبيقات متشابهة لبيئاتهم الحاسوبية الشخصية. في النقطة الخامسة، تزويد المستخدمين بأنظمة تفاعلية تسمح بمشاركتهم في تفاعل اجتماعي، وأيضا السماح للمستخدمين بتعديل قاعدة البيانات من خلال إضافة تغيير أو حذف لتلك المعلومات. هذه كلها يعني خصائص يتميز بها اللي هو ويب 2، لأنه قلنا هو ببساطة يعني هو تطبيقات اللي بتعتمد على الشبكة العالمية، يعني بتعتمد على الإنترنت. هذا المقصود بكلمة الشبكة العالمية، يعني هذه التطبيقات لازم تكون يعني موصولة بالإنترنت، زي الفيسبوك مثلا ما نقدرش نستخدمه بدون إنترنت. طبعا هذه في لها عدة خصائص، الويب 2 له يعني بحمل هذه التطبيقات عدة خصائص، إنه المستخدمين هنا بيستخدموا برامج بتعتمد على المتصفح الموقع فقط، لذلك هؤلاء المستخدمون بيمتلكوا قاعدة بياناتهم الخاصة على الموقع، بالإضافة لقدرتهم منهم يتحكموا فيها، بيسمح أنهم يضيفوا قيم لتلك البرامج، وبيسمح أنهم يعبروا عن أنفسهم واهتماماتهم وثقافتهم زي في الفيسبوك والتويتر والقنوات على اليوتيوب وما شابه، وأيضا تقليد تجربة المستخدمين من أنظمة التشغيل المكتبية، يعني بعد ما تزويدهم مميزات وتطبيقات مشابهة لبيئاتهم الحاسوبية الشخصية، وبتزود المستخدمين بأنظمة تفاعلية يعني يقدروا يتفاعلوا فيها، يتحول المتلقي والمرسل ويتبادل الأدوار، والسماح للمستخدمين بتعديل قاعدة البيانات من خلال إضافة تغيير أو حذف المعلومات. وقلنا الويب 2 هو فلسفة أو أسلوب جديد لتقديم خدمات الجيل الثاني من الإنترنت، ف
فيتم الاعتماد على دعم الاتصال بين مستخدمي الإنترنت وتعظيم دور المستخدم في إثراء المحتوى الرقمي على الإنترنت والتعاون بين مختلف مستخدمي الإنترنت في بناء مجتمعات إلكترونية. تنعكس طبعا تلك الفلسفة في عدد من التطبيقات التي تحقق سمات وخصائص الويب 2، وأبرزها طبعا المدونات والتأليف الحر اللي هو ويكي، ووصف المحتوى اللي هو مثلا كونتنت تو تو كونتنت اللي هو تيجينج كونتنت تيجينج، والشبكات الاجتماعية اللي هي اونلاين سوشيال نتورك، الملخص الوافي للموقع RSS. طبعا هذا برنامج فوتو سبيس. هذا البرنامج بيتم فيه تنقيح الصور وعمل اللي هو صور متحركة. طبعا نقدر نستخدمها كل منتجاته عبر اللي هو الويب 2. يعني عندي اللي هو هذه هي واجهة البرنامج زي ما انتم شايفين. طبعا هنا من هذا الخيار اللي هو تعديل خيارات البرنامج، أنا بتعدل لغة البرنامج، أنا رابط الموقع يعني صورة لإيجاد وجوه متشابهة، أنا تقسيم اللي هو الصورة لك تقسم الصورة إلى عدة صور، أنا للطباعة بخيارات متعددة لعمل هنا اللي هو الصور المتحركة، أنا لدمج الصور، أنا لتجميع أكثر من صورة في صورة واحدة يعني اللي هو في ألبوم، أنا التعديل على مجموعة من الصور جمعة واحدة، أنا تحرير الصور وإضافة التأثيرات عليها، أنا مستعرض صور بقدر تتفرج من خلال الصور، أنا طباعة ورق مسطر أو تقويم أو جداول نماذج جاهزة يمكن التعديل عليها، أنا بعيد تسمية المجموعة من الصور دفعة واحدة، أنا بتقدر أنت تحويل ملفات الصور الخام إلى صيغ أخرى. كل هذه اللي هي مجموعة من الأدوات اللي من خلالها بتقدر تعدل على الصور لحتى تستخدمها في الويب 2. برنامج سهل وبسيط، ولو انت كتبت على اللي هو جوجل تحميل اللي هو برنامج فوتو سبيس باللغة العربية راح تحمله بكل سهولة. طبعا انا عندي اللي هو طبعا اللي هو البلوج، التدوين، المدونات، الويك، الفيسبوك، المنتديات الإلكترونية، اليوتيوب، المفضلات الاجتماعية، الشبكات الاجتماعية، مايكرو، البلوجينج، التدوينات الصغيرة طبعا اللي هو في تويتر. هذه قائمة بأول وأشهر نتائج الانتقال إلى الويب 2، قائمة بأشهر المواقع الويب 2، علامات المشاركة الويب 2. طبعا هذه كلها مواقع، طبعا هذه مواقع علامات المشاركة، بلوج ماركس دوت نت، ديل، اي سي اي او يو اس، دبليو دبليو، بلينك ليست دوت كوم، وطبعا هذه اللي هي ماي ويب 2 سيرش دوت ياهو دوت كوم، ايضا هذه كلها علامات المشاركه. لكن في الاخبار الاجتماعيه اللي هي دبليو دبليو ديج دوت كوم، اللي هي هنا برضو موقع اللي هو ريديت دوت كوم، وموقع يو جيل، وموقع سالس شدوت دوت كوم، وهنا اللي هو موقع اللي هو
مواقع أخرى، وهنا مواقع خلاصات، وهنا مواقع اتصال اتنين، وهنا مواقعات الشبكات الاجتماعية اللي متعارف عليها، اليوتيوب والجوجل بلس واللي هو الماي سبيس والفريند ديستار والفيسبوك والتويتر والياهو، مواقع خرائط اللي بيستخدموها اليوم اللي هو ماب جوجل وماب ياهو. هذه المواقع كلها اللي هي نتجت عن اللي هو الويب اتنين، يعني احنا بنبداها اللي هو في مواقع اللي هو علامات المشاركة، وفي اللي هو مواقع الأخبار الاجتماعية، وفي خلاصات الـ RSS. هذه خلاصات الـ يعني مش موجودة في الويب واحد طبعا، واتصال اللي هو اتصال اتنين اللي هو ميبو اللي هو بتقدر تتصل عليه، والسكاي بي طبعا مش موجود كان هذا كله، اليوم كله موجود. طبعا العديد من مواقع الاتصال المشهورة، طبعا الماسنجر اليوم اللي تتصل فيه انت اللي بيتبع للفيسبوك، هذا يعتبر يعني بيستخدمه في الويب اتنين، او من منتجات الويب اتنين والشبكات الاجتماعية والخرائط. كمان موقع الخرائط اللي بنستخدمها اللي هو في الخلال اللي هو انك انت تحدد موقعك لأي حد حاب يشوفك، هو من في الطريق من خلال اللي هو الخريطة بيقدر يوصل لإلك. احنا في الفصل اللي هو يعني ظهر عندي اللي هو مصطلح جديد اللي هو الويب الدلالي، يعني برضو كمان يعني الويب الدلالي يعني من نعرفه كمجموعة من الطرائق والتقنيات المتبعة اللي تجعل الآلات قادرة على فهم المعاني أو الدلالات للمعلومات على الشبكة العنكبوتية. يعني هو شبكة من البيانات التي يمكن معالجتها من قبل آلات بشكل مباشر أو غير مباشر. أو الويب الدلالي هو جعل الويب أكثر قابلية للفهم من قبل الآلات. أو الويب الدلالي هو بناء بنية تحتية مناسبة للعملاء الأذكياء للقيام بعمليات معقدة لمستخدميهم. أو الويب الدلالي هو التعريف الصريح على المعلومات الموجودة في العديد من تطبيقات الويب، ودمج هذه المعلومات بطريقة ذكية، وتوفير الوصول المعنوي الدلالي إلى الإنترنت، واستخراج المعرفة من النصوص. إن ورود المعلومات على الإنترنت يزداد بشكل كبير، فقد أصبح الإنترنت مكانا للتعبير عن الأفكار وسرد القصص وإنشاء المدونات ومشاركة الفيديوهات والصور والملفات الصوتية وما إلى ذلك، وهو ما جعل كم المعلومات المتوفرة للفرد الواحد أكبر بكثير ما يمكن له أن يستفيد منه. تعريض العقل البشري لهذا الكم الهائل من المعلومات من شأنه أن يتسبب فيما يمكن أن نصفه يوصف الضياع في فضاء المعلومات، وذلك راجع إلى بقاء المعلومات المفيدة بعيدة المنال بسبب تراكم الكثير من المعلومات غير المفيدة وغير المرتبطة بالموضوع المراد البحث عنه من قبل المستخدم. ولحسن الحظ مثلما يزداد ورود المعلومات تزداد مقدرات معالجة المعلومات أوتوماتيكيا، لذا يوجد إمكانيات كبيرة للاستفادة من مقدرات الأتمتة هذه بهدف استخراج المعلومات والخدمات من فيضان الويب والمرتبطة بالمستخدم وتوصيلها إليه عن طريق واجهات مستخدم معيارية. كل اللي بدي أعرفه من هو من مفهوم عمل الويب الدلالي باختصار شديد إنه بيعطي معنى للكيانات والعلاقات التي بينها وبيظهرها على صفحات الإنترنت، بمعنى إنه عند التواصل مثلا بين حاسوب وحاسوب آخر، لما انا بدي اجي يكون عندي تواصل ما بين حاسوب وحاسوب اخر، النحو جدا مهم. اذا طلبت مثلا صفحة انترنت فانك تأمر السيرفر بتحميلها ويبحث عنها ويظهرها في نسخة HTML يعني، لكن ما هو مكتوب عليه على تلك الصفحات يبقى غير مفهوم له. نفس الشيء يحصل عند البحث على الانترنت، المحرك يبحث في مليارات الصفحات للكلمات التي أرادت البحث عنها، وبعدها يظهرها عبر صفحات في لائحة فيها الكلمة التي بحثت عنها، ولكن المضمون ما أردت البحث عنه بالتحديد غير معروف أو مفهوم للمحرك. لهذا يمكننا القول بأن محرك البحث والحاسب زي الببغاء، يقولون ما نعلمهم إياه ولكن لا يفهمونه. لكن الويب الحالي يمكن تسميته ويب الملفات. الملفات مرتبطة بشكل ذكي ببعضها البعض، لكن ما يوجد بداخلها يظل غامضا. بما أن المستخدم يبحث عن مضمون تلك الملفات مثل التي تتحدث عن ناس، حوادث، شركات، بلدان، رياضة، طعام، تطور، علوم، مواضيع عديدة تتحدث عن أفراد أو في كلمة واحدة مكونات،
إذن فالذكاء والتطوير هنا أن نعرف، أن نعرف الحاسب والويب عما يوجد داخل تلك الملفات. هذا هو سيمنتاك ويب أو الويب الدلالي. إذن الويب الدلالي هو عكس الويب الحالي، هو ويب مع كيانات، يعني بدي يودي لك دلالات توديك للمعنى اللي أنت بتبحث عنه من خلال كلمة أنت تحكيها. فالويب الدلالي هو الحل الطبيعي لمشاكل الويب، وهو الطريقة التي لابد منها لجعل إيراد المعلومات الهائلة على الويب مفيد جدا ومستجيبا للبشر، حيث لا نستطيع بعد الآن أن نعرض العقل البشري لهذه الكمية الهائلة من البيانات، وأن نتوقع منه مثلا أن يتعامل معها ويحللها ويستخرج ويركب المعرفة منها. بدلا من ذلك يجب أن نكون قادرين على أن نعالج المعلومات أوتوماتيكيا ونقدمها للمستخدم منمذجة ومرتبة لغرض معين. والويب الدلالي هنا يسهل علينا هذه المهمة، فهو يصف العلاقات بين الأشخاص وخصائصها عن طريق استخدام مجموعة من الأدوات التي تساعد في تحقيق ذلك، مثل لغة الترميز الموسعة وخرائط المفاهيم والمعيار العام لوصف المصادر وغيرها، ولغة انتولوجيا الويب، يعني كثير من اللغات البرمجة اللي بتتيح لإلها انه احنا من خلال اللي هو مبادرة الويب الدلالية نظرة مستقبلية للشبكة العالمية بيشترك الكل في تكوينها ونجاحها. لذا فإن الأمثلة التي نطرحها تمثل لنا رؤية مستقبلية فيما لو تحقق إنشاء الويب الدلالية. هذه الرؤية المستقبلية ما بتمنعش أبدا من أنه يستفيد من تقنياتها حاليا، ونسبيا في سياق هذا البحث طبعا نوضح اللي هو التطبيقات التي تستخدم تقنيات الويب الدلالية. أولا مشروع اسمه دي بي بيديا، يهدف هذا المشروع أنه إن نقدر نستخرج المعلومات المنظمة من المعلومات الموجودة على موقع الويبيكيديا، من ثم عرض هذه المعلومات على الويب. مثلا عندي اللي هو نوع تاني اللي هو FOAF، يعني المقصود اللي هو اختصاره Friend of a Friend، يعني يعتبر هذا المشروع أول مشروع في الويب الدلالي الاجتماعي، أنه بيجمع بين تقنية RDF واهتمامات الويب الاجتماعي، وهو انطولوجيا تفهمها الحواسيب تصف الأشخاص وأنشطتهم وعلاقتهم مع الأشخاص الآخرين والأشياء، من اسمه Friend of a Friend. ثالثا مثلا اللي هو تنظيم، يعني تنظيم البحث الدلالي اللي هو Good Relations. هذا المشروع هو أنطولوجيا مشهورة في التجارة الإلكترونية، وتستخدم في التعبير عن معلومات المنتجات فقط والأسعار وطرق الدفع بس، هي اختصاصهم يعني. رابعا مثلا اللي هو عندي اللي هو نوع آخر اللي هو اختصاره SIOC، وهو اختصار إلى Semantically Interlinked Online Communities، ويوفر هذا المشروع أنطولوجيا توضح مفردات لمصطلحات وعلاقات تمثل فضاءات بيانات الويب وتمثل فضاءات بيانات الويب، كل من منتديات المناقشة والمدونات والقوائم البريدية ومعارض الصور وغيرها. ما هي التحديات التي تواجه الويب الدلالي؟ طبعا اللي هي الضخامة، لأن الشبكة العنكبوتية تحتوي على الأقل على 14.29 مليار صفحة من تاريخ هذه الكتابة، يعني اللي هو هذا في 2010، ما بنعرفش كمان الحين في 2020 قديش صار. الغموض في بعض المفاهيم غامضة وطويلة، وعندنا عدم التأكد يعني من وجود مفاهيم دقيقة لكن قيمها غير دقيقة أيضا، يعني هذه البقية اللي هي توجهات بتعارض هذا أيضا. اللي هو عندي أيضا التناقض، موضوع التناقض أيضا من اللي هي لابد أن تظهر طبعا التناقضات المنطقية، التناقضات المنطقية من نمو الأنطولوجيات الكبيرة، وعندما يتم جمع هذه الأنطولوجيات من مصادر مختلفة المنطق الاستنتاجي يفشل بشكل كارثي عندما يواجه التناقض المنطق القابل للإبطال، وهو أحد طرق حل هذه المشكلة. أيضا عندي موضوع الخداع، ويحصل عندما يتعمد مقدم المعلومات تضليل المستهلك ويستفاد من تقنيات التشفير للتخفيف من هذه المشكلة. هذه بعض التحديات اللي بتواجه اللي هو الويب الدلالي. طبعا الويب الدلالي يعني باختصار انه احنا قلنا انه في الويب الاولاني اللي هو
أنا من خلاله بقدر بس أنا بس اللي هو في اللي هو الويب الدلالي اللي أنا بقدر بس أنا أستخدم اللي هو أبحث عن اللي هو بس معلومات بشكلها اللي هو العام، ما بديش ما بقدرش أخش على شيء مفصل، ما بخشش اللي هو في الدلالات معينة على معنى على المعين في الخوارزميات. اليوم شفنا في الشبكات الاجتماعية بقدر يقول لك يعرف لك صورتك حتى، وانه انت حتى يوم ما انت تنشئ الفيسبوك مثلا على سبيل المثال، احنا انشأنا اللي هو الفيسبوك موقع الفيسبوك، فلقينا في الفيسبوك مثلا انه انت كتبت انا في الفيسبوك اسمي احمد حمدان خريج جامعة الاقصى، خريج جامعة القاهرة في مصر، خريج دكتوراه جامعة المنصورة مثلا دكتوراه. لو انا مثلا جاب لي اللي هو راح يجيب لي انا اول ما انشئ الفيسبوك الناس اللي معي في المدرسة دلالات مدرسة بير السبع، هيجيب لي مين في مدرسة بير السبع ومين ايضا سكان مدينة مثلا رفح اللي انا ساكن فيها، ومين مثلا اللي هو درس في مدرسة بير السبع، لقى اثنين مشتركات هيجيب ليهم صديق مشترك مقترح. لو انا ضفت هذا الصديق وفي صديق ثالث ما هو نفس في مدرسة بير السبع موجود ومن سكان مدينة رفح ودرس مثلا في مصر ثلاث حاجات وكمان سكان، هيجيب لي اياه اللي هو صديق مشترك ثلاثة، هيجيب لي اللي هو الشبكة شبكة دلالية، هتجيب لي المعلومات اللي هي اكثر من دلالات معينة، حسيه زي شبكة عنكبوتية توصل لي المعلومات الدقيقة اللي انا مش ما كنتش متخيلها بشكل اوتوماتيكي، حتى كمان اللي هو تعبيرات الوجه برضو هتوصل لي الى الشخص اللي انت محتاج انك انت تشير له اللي هي اسلوب التاج واللي موجود في الشبكات الاجتماعية اللي هو مش موجود في الويب واحد. هذا يعني بمعنى الويب الدلالي بشكل مختصر اللي بدي اياك وتفهموه يعني اهم شيء. طبعا عندي ايضا اللي هو اخذنا في محاضرة اليوم اللي هو الفرق ما بين الويب واحد والويب اثنين، اتعرفنا على اللي هو من بداية الامر اللي هو ايش هو الويب اثنين وايش انتجوا من ادوات جديدة في الشبكات الاجتماعية، الجيل الثاني الانترنت وكيف اللي هو المدونات وايش هي موضوعها وكيف اللي هو خدمة مستندات جوجل والكلمات المفتاحية اللي هي التاج، كيف انت تعمل تاج لأي شخص في الانستجرام طبعا عارفين وفي الفيسبوك والتويتر وما شابه. طبعا الويب اثنين وقلنا ايش خصائصه وايش الفرق ما بين الويب واحد والويب اثنين وخصائص الويب اثنين اللي مش موجودة في الويب واحد. طبعا الويب اثنين ويب واحد هو نفس الموضوع، لكن الويب واحد هو ويب قديم والويب اثنين هو ويب جديد اللي هي فيها الشبكات الاجتماعية والفيسبوك اللي بنسميه احنا اللي هو الاعلام الجديد. طبعا هنا الفرق بين الويب واحد والويب اثنين زي ما انتم شايفين وحكيناهم وتحدثنا عنهم بالتفصيل، وتحدثنا عن واجهة اللي هو برنامج اللي هو فوتو سبيس، وقلنا دعيناكم كلكم انتم تستخدموه، هو اللي هو برنامج مبسط زي برنامج فوتوشوب ولا فوتوشوب، ولكن اللي هو يتعلق بتنظيم الصور وتنسيقها وترتيبها وتجميعها، ممكن احنا نستخدمه كثيرا في عملنا الاعلامي على اللي هو مواقع الويب، وممكن نكتب على الصورة ايضا من خلال هذا البرنامج. قائمة طبعا باول واشهر نتائج الويب اثنين، منها في اللي هو مواقع المشاركة اللي هي زي ما انتم شايفينها، من ضمنها اللي هو موقع اللي هو ميبي ويب سيرش ياهو كنا عارفينه، وموقع الاخبار الاجتماعية موقع اللي هو الديج، والموقع اللي هو ريديت دوت كوم، هذه مواقع اللي هي بس بتعطيك اخبار اجتماعية. تمام، موقع الديج موقع مشهور ابحثوا عنه وتفرجوا عليه. ايضا اللي هو ايضا في خلاصات اللي هي برضو مواقع اللي هي خلاصات اللي هي فيد مثلا ارنر، هذه موقع برضو فيد ارنر لو بعطيك اللي هو خلاصات معينة اللي بدك اياها، ومواقع اللي هو الاتصال اثنين زي السكايبي مش نتصل فيه وين ما بدنا، وموقع ما ايضا موقع تويتر موقع الشبكات الاجتماعية المشهور اللي كلنا بنستخدمها، وجوجل بلس وتويتر وماي سبيس والفيسبوك، ومواقع الخرائط اللي هو طبعا عندي اللي هو متيح اللي هو ماب جوجل وماب ياهو وبتم استخدامها بشكل مفصل. وتعرفنا على الويب الدلالي وقلنا ايش الويب الدلالي قديش اللي هو طور من الويب واحد وقديش جعل الويب اكثر قابلية للفهم من قبل الالات، وايضا جعل اللي هو يعتبر اللي هو مجموعة من الطرق والتقنيات المتبعة اللي جعلت الالات قادرة على فهم المعاني للمعلومات على الشبكة العنكبوتية، وقلنا قديش انه لحسن الحظ مثلما يزداد ورود المعلومات تزداد مقدرتنا على معالجتها اوتوماتيكيا
ولذا يوجد إمكانيات كبيرة لحتى احنا نستفيد من مقدرات الأتمتة هذه، طبعا كلها بهدف استخراج المعلومات والخدمات من فيضان الويب المرتبطة بالمستخدم وتوصيلها إليه عن طريق واجهة مستخدم معيارية. وأهمية الحصول على هذه المعلومات بالطريقة التكيفية يزداد بازدياد كتلة المعلومات المتوفرة على الإنترنت. عشان هيك احنا ظهر اللي هو مفهوم اللي هو عمل الويب الدلالي، انه احنا نقدر نتواصل بين حاسوب واخر. اذا طلبت صفحة انترنت فانك هنا بتأمر السيرفر بتحميلها وبحث عنها وبظهرها، ولكن ما هو مكتوب على تلك الصفحات يبقى غير مفهوم. هذا اللي جعلنا انه نوصل للمفهوم الويب الدلالي من مليارات الصفحات للكلمات، بدنا كلمة معينة ومعنى معينة. الحاسوب في الويب واحد زي الببغاء، ايش بتقول له بيعمله، لكن اليوم في الويب الحالي بنقدر نستخدمه وتسميته ويب الملفات، والملفات مرتبطة. طبعا هذه اللي هي اهم نقطة انا بقدر اللي هو اركز عليها في موضوع الويب الدلالي، اللي هو انه انا من خلال هذا الويب في مليارات الصفحات الكلمات التي أردت أنت أن تبحث عنها وبعدها بظهرها على صفحات في لائحة فيها الكلمة. أنا ما بدي هيك، أنا مش ما بدي الحاسوب يكون بغبغاء. اليوم مع الويب 2 وتطوره أصبح هنا يمكنني تسمية ويب الملفات المرتبطة بشكل ذكي ببعضها البعض، وأنا بقدر أوصل المعلومة اللي بدي إياها من خلال اللي هو المستخدم لما يبحث عن مضمون تلك الملفات اللي جواها. بدي ابحث عن الناس والحوادث والشركات والبلدان والشوارع والرياضيات والطعام والتطور والعلوم وبقدر اصل له. الى هنا تنتهي محاضرة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.